هذه كانت الصور اللي التقطها السعوديين مقيمين في بريطانيا لإعلانات عن القهوة السعودية صادفتهم بشوارع لندن من خلال هذه الهاشتاغات: عام القهوة السعودية 2022 ورؤية السعودية 2030. وخذت القهوة اهتمام كبير لارتباطها بتاريخنا وعاداتنا وتقاليدنا وتعبيرها عن كرم الضياف السعودي، خاصة أنه هذا العام يوافق عام القهوة السعودية. لهذا السبب كثير من الناس تفاعلوا بهاشتاغ عام القهوة السعودية 2022، وشارك بعضهم فيديوز لخطوات عمل القهوة في جمعاتهم وبعض زياراتهم لمعرض عام القهوة السعودي. تمرة من نجد وفنجالك هوا. وهنا نشوف راعي الكيف ما يفرق معه الزمان ولا المكان، ياخذ عزبته وين ما راح. وعجل شبه يا بعيد الهقاوي، اجزل حطب نارك فكلها سور دم لها. وهذا العام شفنا شيء مرة جديد في معرض القهوة، هو ريبوت يقدم القهوة للضيوف، ولكن اسلوبنا. يا سلام، الله يكثر من هالروبوتات اللي بتريحنا من معاناة الزواجات. هل فعلا تعتقد انه هذا حل او عيب وعلوم مرجلة؟ لا، حل ويصب وينظف ويروح ويجي. احتج انا احتج، وش عرفك؟ يمكن هذه تكلفتها عالية جدا وتورط الحين العرسان يجيب لنا اياها في المحل. لا انا بقول على طار التكلفة، خلينا نقول تكلفتها 1,000,000 ريال، اعطوني نصها وانا اصب لكم قهوه السنه كلها، ما عندي مشكله. للامانه وجهه نظر محترمه جدا كمان. قاعد تبني مستقبلك عبد المحسن، ما شاء الله، هاي فرصه. 500,000.